قدي قدسنا مساجد كإمام الذهبي كل حافظ رادرك دقمة الدين لو حب بالشدة الصومالية كور جلنيا إن لا بلا قدسناها مسجد كإن عدك صوب نانتهاي إن أي وح أنخد درسان مناسبة بالارن أو الوقف تحرنت مساجد كحافظ رادرك أي وح كسر قبل العلماء الدين وح قالت قناع ستأي بالشدة قيمها ذاك الدون وحين كسر صار ينقابك وح بين اللغة قبل قادن كرو قدسناها مساجد كإدم السركيسا شيخ إبراهيم محمود جيس وقال له يقوس كدولك وقفة أمهبي أيا فهي أجدك يا فائدة إيه لاذا إن لقاق يبقى تو رسم المسجد دلك يدبدبا وحن أقوبا قد ما بلشدا إن يكاق يبقى تان رسمها مساجد كاني وحا إلهي مهدي إن أنا ما أنت أسهول نميت مسجد للرسايو وحاك له إلهي مهدي إن ما أنت أو نجو وشيخ خيني شيخ محمود عبد العريف أو نوع إعلام الدونو مسجدك فضائشي سا قف وحقو درسته أما قف كرسته إنه إنه حل الدون أيا إلى مادي سا أنا جو حال لي يقولي بأو كلية إن أنا كوربع شو مسجدك دتك وقفان يا أحواله إن أنا كوربع شو أيا لي يقولي بل لكن شيء أيا نوجو جمانت هذين أردت أسوق قدبو مسجد كان يركع أركيسين أيام كدو كجرني أو طبعا كمترة ويرايي مركو يرايي الحمد لله رب العالمين ديغان كنا اصاب بلارتي ايا وها لا يري دول ها لوو درو انغي اول ديبني مسجد كيركا ايا دنا كو درني مسجد كا دنا او كا هوراي او اركي دونتين بوسكا كا هوراي او عدانكا ايان كو درني ماركي لبدي مسجد اي رسمه او باهدان اودنا انو ويناي ايان وها دهنا مسلمينتا الحمد لله رب العالمين غرب غلو مسلمينتا نو كا فايستو مسجد كنا ساسا كو دسمو ايا اسدحني ugu dambeystay alxamdulillaah sheekayna ayaan wacnay waana noo jooga asaan noo eelaami doona falaailka masjidka dhismiisa asa ka sheekey doono hadii al yiraado balse aniga inaan ka hadlaan rabaa masjidka dadkii dhiibeen anoo ku hadlaya magacooda oo ku hadlaya magaca heer maxamuud jiiso ku hadlaayo masjidka inuu waqf fi sabiilillaah u yahay ilaahay dirsi aan u dhiibnay wax daba joog isan jireen axkaamta waqfka waxaa ka mid ah laa yubaacu walaa yurathu walaa yuhabu aa ka mid ah dhul haddaad masjid ka dhigto ama beer aad waqf ka dhigto لما هبي كر لما بيع كر لما دخل كر الهي حقي سيان او هبيني وانا وقف في سبيل اي نو يحي دتك اسلام كا واخ كو درهايو نو وا افرنت هي لكن رمها شيقين اي او جوغو انيغا وخا لاغ خسار او كليه ان ان كش ان ان شيغو مسجد كا باهديس اي انو وقف يا ان ان عدايو امام كم مسجد كا معلى عيسى عبد الله راغا ايا حس باهده اي او قبان بلارنت مساجد كا او جماعه عريري كو نقدي وانا اد او فرحسن يحي ان بلشد اسكا كاشتا دسمهيسا إن شاء الله تعالى وحنا نوجد شيء أخيارتي أن مارت كل جود مارت جماعة هذه مساجدك شيخ رأي محمد جو سو أو كم إذا مارت دخل بحشة مساجدك نوجد أنا إمامكم مساجدك أنا هاي وحالي رامع إسحاق عبد الله معلم إسحاق عبد الله خيال لي هذا مارك إن شاء الله تعالى دكتور مسلمين تقدمان وحنا أبو باقينا إن مساجدك مارت وباص كل ودرا أول كهرباء وباص أو هاف وحير كده سنة وهاي طبعا متر كده سنة وهاي باص كيس هرا يباص كان لوضع الودرا يا لوضع باص إن شاء الله تعالى إن لدسه هو مع رتدات كمسلمين تهو وفي الله وح كرسيه وح الله وح أوده إنه قدر إن شاء الله تعالى أنت أصلا مارت إن شاء الله تعالى أبو باقي يا شيخ الوجع شيخ عنك مارت أن أكون رجينا إن شاء الله تعالى وحي مارت فضائش إنه أنا وشك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد أو عبد الله عرف أيام برشاد كبر هنا أودك دجان صار وقادة اسمه ياش مساجد هذا إيه حسنة ده إيه لا ده هاي وعناصيد أو كلا صاب بندقي ترسي كلا مبرد لا جل حريدي كرو وعناشيق أو باق دمان برشوين ده صوم على إنا كقيم قاتان يسقوا رجيه إنا يقول كل دمان دونتو اسمه مساجد كإمام الذهب حافظ الرادرك أو دول كيس أي بحين رجل محمد جيسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم ولا ليال دتك الصومالية ومسلمين وضل يدبتك نول وحانوا تاغن هاي مقالة مقدشو degmo kamid oo la yiraahdo degmada Dayneere xaafada la yiraahdo Raadeerka meeshaan waxaa ku yaala beed Ilaahay masjid ayaa ku yaala sida warbixinta hore loogu sheegay oo aad arkaysaan ama aad maqlaysaan masjidkaas oo masjid yar weeye masjidki marka dadkii ayuu ku yaraaday masjid 10 mitir ayuu ahaa oo hal boosa هذا مسجد كان وحال إلى هرت مقعو مقعيس وحال إلى مسجد الإمام الذهبي إلى وكي على دقمة الضين إلى وكمثة مقالة مقدشو
gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda raadeer ka saa hore idinku sheegnay masjidkan waxaa waqfay dad muxsiniina oo la yidhaahdo reer maxamuud jiisow la yidhaahdo ayaa waqfay marka masjidkii waa bilaaban yahay dhul ayaa lagu siyaadiyey oo boosa marka waxaa la doonayaa in maaragtay masjidkii horena la jebiyo oo la dhiso booska kale oo la waqfayna lagu daro ayaa la doonayaa weliba waxaa la doonayaa masjid weyn in laga dhiso oo caalamiya xaafaddan waxa weeye xaafad aad iyo aad u weyn weeyo masjiday u baahan tahay masjid meesha kama dhowa marka haddee ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu dhahay wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin wanaag sameeya ilaahay dadka wanaagga sameeya waa jecel yahay inta xoolahaaga aad kula baxda meesha ugu khayr badan waa guriga ilaahay guri ilaahay inaad dhistana ilaahay guri jannaa ayaa lagu dhisayaa maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiix ahay oo imaam albukhaari waxa uu dhahay man banaa beytan lilaahi bana allaahu lahu beytan fi ljannati qofka dhisa guri ilaahay kiisa ilaahay jannada ayuu guri ugu dhisayaa dadka xaafadda imaamka masjidka iyo maaragtayaa mudariska sheekha maaragtayaa reerahooduna dhulka ay waqfeen waxay maaragtayaa codsanayaan oy dadka soomaaliyeed oo dal iyo dibad ku nool ay ka codsanayaan in garab lagu siiyo masjidkaas oo la doonayo in laga dhiso laba dabaq ilaa saddex dabaq la gaarsiiyo oo masjid caalamka masaajidiisa ka mida uu noqdo la doonayo jiilal badan oo maanta adduunka aan ku noolayn ay ku dukadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba meeshaas maalkeeda u geliyo maalka maanta aynu haysanno waxaa la yidhaha maalul waaris weeye waxaan ilaahay xaggiisa geysanana waa maalkayni rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay maaluka maa qadamta maalkaagu waxa weeye runtaa waxaad hore u dhiibato ood ilaahay xaggiisa ula baxdo wa maalu waarisika ma akharta midka ku dhaxlaaya maalkiisuna waa waxaad dib u dhigato waxaa laga yaabaa owlaaddaada inaad wax in looga taga waa loo baahan yahay laakiin waxa adiga kaa dambeeya waxay noqon doonaan ma garanaysid waxaa garanaysaa inaad waxaa dhiibato qiyaamo ay maalkaagi yihiin marka waxaa la rabaa masjidkaas sida ilaahay yidhi fasabiqul khayraat khayraadka u tartama ayuu dhahay marka qad waxaanu ku baaqaynaa dad fara badan oo soomaaliyaho masaajid ka dhisa waddanka iyo maaragtayaa gaar ahaan magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda ayaa jira waxaa ka qayb qaatay dad soomaaliya oo muxsiniin oo ahlu khayra ee mooyaane hal xaafad wax ma dhisi karto shaqsina wax ma dhisi kariyo in markaasi ka wada qayb qaadatiin oo dal iyo dibad masaajidkaas xaafadda dayniile gaar ahaan maaragtayaa raadeerka ku yaala xaafadda dayniile degmada dayniile gaar ahaan xaafadda raadeerka ku yaala sida hadda aan idin hore idinkuu sheegnay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida looga bartay dadka soomaalida ahlu khayrka oo jecel xoolahooda inay dariiq fiican u maraan inay xoolo ku darsan doonaan masaajidka la dhisi doono aada arki doontiin masjidkii oo dhammaaday oo markaasi la furaayo oo dabaqyo noqday hadda meesha uu ku yaal waa u jeediin waa meel maaragtayaa iska caadiya oo aan maaragtayaa dhul iska uun aan waxba awoolin waaye dhagax iyo waxyaabo iyo shamiito iyo dadkeenaa jiroo soo bilaabay midda kale waxaa dadka soomaaliya ziminkan lagu arkayo idin sheegaynaa dadku waxay leeyihiin dhagax iyo shamiitaan geynaynaa waxaan geynaynaa biraan geyhaynaa caqiidada noocaasa waxa weeye masjidka waxay u baahan yahay loo baahan yahay in masaajidii in dhagax la keeno shamiito la keeno bir la keeno lacagtii lagu dhisaayna la waayo taas iyadana dhibaato weeye ninka bir keena iyo ninka maanabdoo barada dadka shaqaalaha la siiha keena ilaahay subxaanahu wa tacaala niyadaasuu fiirinaya isku siiya ilaahay u abaalmarinaya marka dadka xoogaana waxaanu ka codsanaynaa dadka shacabka inay fahmaan shareecada ay fahmaan oy sadaqadoodu meeshay maraysay ogaadaan waxaan ilaahay gacantiisay gelayaan birina ilaahay sidoo kuu siinaya isagaa yaqaana marka dhagax iyo shamiito kaliya yaysa noqone masaajidka guddiga halala soo xiriiro mashaa'ikhda meesha joogta odayaasha halala soo xiriiro wixii baahidooda ay codsadaan ha loo dhiibo lacagta ha la keeno
سيد مسجد كبارة شغدي سيخصعته مركا إن شاء الله تعالى وركيوك وموحانو لنا بيت كاس إلهي هلا قايب قاتو قول كاس إلهي هلا نسو ما نقصد صدقة من مال قد نبو عليه السلام دارو كمر نبو عليه سد حو دار كمر إني سن إني وحبا عايهين وها كمذا صدقة مال وحبا إني سن كنقصة إني مركا حولها قداتك انت إلهي كوب الدلاي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إلهي أبلغ هذا وحكى إلهي كوب الدلاي مركا قولي إلهي انت عد عن نول نهي وحانو هاي سنعان لبحنو وحان هاي سنعان لبحنو وفكي حولير هاي سهل وحكى لبح اتقون نار ولو بشق تمرة نور رسولك نار كدور صدح على تمرو لك الجيح الله كدقو لشكي شميتا وقفكي كينا مسايدك ولحوك هدسي نين مسايد اللي سوي هل دولار قفكي كينا مسايدك وادسي قفكي كون دولار هيرا مكو منان كينا مسايدك وادسي مسايدك مركة ومجتمع وحكا لحيايا ما دام او سيداسي ايان دادك او صوبان لغينا اني كودا قايب قاتان مركة والاليال خير الله يدسيو وحي لطها ان سيدا اللي دن كوية قانو اد مسيدك اد مارتيا كقايب قاد دونتان مسيدك وحولايا اكونو ايو مارتيا وحياباه وحلو سوى حريشو وحاوي مارتيا بوركي كويالين إلهي إذن كيسا لسو حريرة هدي إلهي إلهدو هنا اللي يمادو قفكي مقالة مقدوشة وقار كيدا ديقان مسايد كاكسو وردوانا وحو بهان يهفير شو حوليهين اللبحة وما أنفقت من شيء فهو يخلفه إلهي إذن بدلا إن شاء الله تعالى خير الكلام ما قال ودل هدفك إيا وحا أنكلان هاي وكالية وحاوي إن قرقاس إلهي أرسنو ضدكوا ضد مسلمين وحي كهلايان ويقانين إن أنا الدنيا كلية لسن سوق كلية صار دير أنا كلسن وها كلا أن سمين بيت كو إلهي إركا الله صار مريو كركا هالجي وأنت صلا قدسو مرك إن شاء الله تعالى سيد عن مسجد بدن أنا كبرني أن سو مريض أهل خير أي تماني ولا باهي أي أقبا إن يقول إلهي لسان وهاد كلس دون تان دبقي آيات كلس دون تين قيامات نكهيل دون تين إلهي تسيدين تعالى مسجد ك هي مارتيا أكو من يديسا أكون نمبر أو مارة تيا بنجي سلام وحوي فرها وحوي سدح لابو سديد إبر تضابو لابو شن أفر هذا نكوعي إنه وحوي مارة تيا سدح لابو سديد إبر تضابو لابو شن أفر وي تلفن نمبر كو إي في سي جنا وحوي فريسة سجنا وحوي سدح وحوي وحوي فرها sagaashan iyo shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo afar way marka dan ku celino urihiisa waxa way waa saddex sagaashan iyo shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo afar way ama hadaan si kala u dhignay eber lix hal furaha saddex way sagaashan iyo shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo afar way EVC balaaska isagana qofka soo tuuraya kala soo xariir masjidka iskale insha Allah ta'ala intaas ay soo dardaarmayna هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.